على العودة سوى بنقطة وحيدة من ميدان اتحاد حجوط الذي لم يفقد أمل البقاء ضمن حظيرة المحترف الثاني بعد، ودخل المباراة بقوة. جاءت هذه التسديدة التي لم تمر بعيدة عن إطار مرمى الحارس غلم. اتحاد حجوط افتقد لأنصاره في هذه الجولة بسبب العقوبة المسلطة عليهم، ورغم ذلك دخل بقوة وتمكن من أخذ الأسبقية، وهذه المخالفة المباشرة التي نفذها لاختصاصي زيتوني عبد الودود بهذه الكيفية منح التقدم لفريقه في الدقيقة 24 أمام دهشة الحارس غالم الذي لم يتمكن من صد ورد الكرة الثابتة من عبد الودود الذي بالمناسبة يوقع الهدف الثالث له بمخالفة مباشرة والرابع بألوان فريقه. لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا بما أن الحكم نسيب أعلن عن ضربة جزاء لأوزناجي وتقدم لها أحمد مكحوت فعدل النتيجة لفريقه في الدقيقة 32. الفريق المحلي كان الأقرب إلى إضافة الهدف الثاني بعد هذه التوزيعة من يخلف على الجهة اليمنى، وقارب كان قريبا من أخذ الأسبقية لولا يقظة وفطنة الحارس غالم الذي أنهى المرحلة الأولى بتعادل إيجابي. في المرحلة الثانية انطلق بناي على الجهة اليسرى ثم سدد وبناي براسية لم تكن قوية. الفريق المحلي دائما اجتهد وحاول لكنه لم يتمكن، وهنا سمان لم يكن ينتظر هذه الكرة التي مرت ببضع سنتيمترات عن إطار مرمى الحارس غلم الذي يستحق العلامة الكاملة بما أنه أهدى فريق نقطة ثمينة، وهذه التسديدة الأخيرة من توامي غالم في المكان المناسب. مركز ثالث لاتحاد بالعباس وأخير لاتحاد حجوط. اتحاد حجوط يلعبوا على السقوط، احنا نلعبوا على الصعود. المباراه كانت صعبه وحنا الحمد لله على هذا التعادل، لان مباراه نشوف باللي اتحاد حجوط مدت كاع واش عندها، وحنا لا غالب تما الفالي او موان اون من ان بوان، والحمد لله اللي ربي وفقنا وجبنا التعادل. دابري شفتوا الماتش كنا بالك بلي فور عليهم، سي فري اون ماركي بريمي بيت. بالك بينالتي انا بانت لي 70% 50% بالك نشوفها في الكاميرا، بالك نشوفوا لا بينالتي ولا ماشي بينالتي. دوزيام ميطون انا راطي بالك دوز اوكازيون وين وين نقدروا نقتلوا الماتش، وانا درنا كرون ماتش ضربنا نضنا طحنا الحمد لله يا ربي. بالك سي فري مازالوا سات ماتش وانا لازم نزيد نمدوا بليس كو سا لا دانيير مينيت حتى وين ان شاء الله. بالك كو تشونس ان شاء الله بالك نسلكوا